عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي فين يا حبيبي؟ فيصل. طوابق فيصل يا اسطى. طوابق فيصل. فين يا حبيبي؟ يديك الصحة. آمين يا رب. ويبارك يا رب يا اسطى. الله يدعمنا الدم. جدك بقى كبير بقى، ربنا يديك الصحة. والله العظيم والصحة، يعني راحت بالوباء. ربنا يديك الصحة والبركة. يكرمك ما يحرمك يا ابني. يعود عليك الأيام بخير ويجعل لك بكل خطوة سلامة يا رب. ويرزقك ويبعد عنك شر الطريق. أهم حاجة شر الطريق. أنا وأنت أصلا النبي يا ابني، لو مفيهاش إزايد أدب عايز أجيب الدواء بتاع مراتي. كنت محتاج يعني أي حاجة. أنا معيش فلوس أديك يا أسطى. أنا أي حاجة يعني، أي اللي يجي منك حلو بعيد عن الأخرى. يعني عايز إيه يعني؟ معلش أي مساهمة. ربنا يبارك لك حبيبي. تسلم يا ابني. تسلم. مين يبارك لك انا؟ ربنا الله يرزقك. انت محترم وربنا يجعل لك في الام بالاحلومه يا رب. والله العظيم وعليك ربنا يفشلك. خلاص بقى يا اسطى. خلاص خلاص. ربنا يفشلك والله. خلاص يا اسطى. ليه؟ الواد ده انا عايز اعرف عايزه تعالي. هيركب معانا؟ عاوز على طريقنا. جدو لطيف يا سكاره. اركب اركب يا حبيبي. ازيك يا جدو لطيف؟ يا عسليه يا راجل. عسليه يا يلا. الله يخليك يلا يا جدو. يا حبيبي يا جدو. يا عسل يا جدو. انت مبسوط يا اسطى؟ عادل يا حبيبي يا عم. غلط ماني دايق. بقول لك ايه يا جدو، انا جبت لك الفرصه اللي انت عايزها يا حبيب قلبي. ربنا يكرمك. عندها 28 سنة بس أهم حاجة ترفع الراية يا جد لطيف. ارفع الراية. جدك لطيف خبرة وعنيد. أنا عارف. أنا عارف يا جد لطيف. طب يلا بقى اديني بقى عشان خاطر أدلعك بقى. يا عم روح روح. خد انت دول. أيوة يا جد لطيف. دول وخد كمان دول. ايوه يا جدو. بس لو ما عجبتنيش. انت لسه قايل ظروفك صعبه يا اسطى. بتاخد مني فلوس تديها له؟ لو تجيب لك مين بقى قول لي. لو ما عجبتنيش ازعل منك زعل جامد. لا يا جدو، بس اهم حاجه تعزم الراجل الطيب ده. بس ويعزمنا على ايه يا عم؟ اجي فرح. فرح ايه؟ اجي مديك الشرام. جدو لطيف هيتجوز وهنفرح. يلا جيب. مستلف مني الفلوس. قول لي اجيب. هجيب لك سعد الصغير وصف. هجيب لك مين بقى من الرقصات؟ سعد الصغير وهات لي المص وعبد الحمود. المص وعبد الحمود هجيبهم لك كلهم. وسفينات. وسفينات. ماشي يا جدو. انا بحب سفينات. بال 200 جنيه اللي استلفتهم؟ انا كلام من ربنا. ايه يا اسطى؟ يا اسطى انت بتستلف فلوس عشان تتجوز بيها وتعمل حاجه مش كويسه. انت عايز ايه؟ يا اسطى في ايه يا اسطى؟ انت عايز ايه؟ ايه يا اسطى؟ يا اخي انت لسه بتستلف مني فلوس يا اسطى. بتستلف مني غير. ايوه بتستلف مني فلوس. جايب الفلوس اللي بتطلعها. بتستلفش مني فلوس يا اسطى وتديها لواحد عشان امشي في الحرام. حرام ايه؟ ايوه حرام يا اخي. تقول كده يا اسطى في ايه يا اسطى؟ انت عمال تضرب ليه؟ نقعد كده. انت راجل كبير وانا مش عايز امد ايدي عليك. امد ايدك يا اسطى. مش عايز امد ايدي عليك يا اسطى. خليك كويس كده يا اسطى. يا اسطى انا لحد دلوقتي محترمك. مش عايز امد ايدي. ما تخليش اضربك. صدقني هضربك. تضرب جد لطيف. انت بتهزر يا عم. انت عايز انت كمان؟ لا لا هضربك. جد لطيف شاب خفيف. اوعى. خفيف ايه وتقيل ايه يا عم؟ ايه يا اسطى؟ يا عم انا انزل له ونص. انزل له يا جدو. طب نذيع الحلقه دي ولا ما نذيعش؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ما شاء الله. بالله ما شاء الله ومرايا والله. اخوات انتوا؟ اه. يلا اخوات؟ اه. يلا. يعني مش عارف. بس ماشي. معلش يا ابني بقى جدك يعني
كده. ربنا يديك الصحة يا حبيبي. والله يا بنتي ربنا يعني يكرمك. والله العظيم الظروف والحال ما يعلم بها الا ربنا. جدك بيدور على فلوس وشيال عشان يجيب العلاج ليا ولمراته. والله العظيم يكرمكم ويحرمكم. يعود عليكم الايام بخير ويجعل لكم في كل خطوه سلامه. هادي يا كريم والله العظيم ثلاثة. لو اقول لك اني بحبك الهم شويه عليك. انا مؤاخذة والله. لا ده لو انوك شغال علقت معايا. الله يسلمك. معلش يعني كده لو فيها اساءة ادب يعني. زي ولادي وانا مش ركزي فاطلب منكم يعني. جدك محتاج بس يجيب علاج والله. فلو في اي ولا خلاص. خلاص يا بس ما شاء الله قمرايا والله العظيم. مخطوبة انت ما؟ لا مش مخطوبة. انت قمر؟ بس الحق فيه يلا يلا ما فيهاش حاجة. يلا انا جاي جدك يلا. وبعدين انا 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 بتاع الحلال. انا متجوز 8 يلا. متجوز 8 لحد دلوقتي. ربنا يديك الصحة يا حبيبي. جدو يا عتريس ايوه قول لي عملت ايه؟ جدو يا جدو يا حبيب قلبي يا راجل عسليه. عملت ايه؟ يا جدو مستني حد؟ هو عتريس بصاحبي يا باشا. احنا عايزين نروح هنروح يا جماعه هنتبسط. جبت لك يا جدو الصاروخ اللي انت عايزه. واحده 28 سنه هتدلعك. عارف لو دينا يا اكبر؟ لا 28 سنه عسل عسل. وزه جدو لطيف. ايوه خبره وعنيه طبعا يا جدو. بسم الله شبه القمر دي كده والله. يا شبه القمر دي والله العظيم. متشاور اقسم بالله مهرها اهو. ايه ده يا جدو؟ خد يا عم. ايه ده يا عم؟ انت راجل كبير. انت بتكلم سنك وبص قدامك. ايه ده 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 بص يا عم. وانا يوم ما بص لواحد قد جدي؟ ايه ده 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 بص قدامك عشان ما نمددش. جدو لطيف يا بنت. يا عم لطيف. حد يقول لي جدو لطيف. حد انت بص قدامك. يا جدو عتريس انا بتضرب يا جدو. ضربتك يا عتريس. ضربتني بالقلب يا جدو. انا حبيتها اكتر. يا عم انت يا عم تعبيت. انا بحبها والنص. تعبيت يا عم ولا ايه؟ يا عم بالحلال يلا شوف مهروختك كام يلا. يعني ايه يا عم مهروختك يا عم؟ انت يا ده اما مهروختك كام يا عم؟ بص قدامك يا عم. بص قدامك وامشي بعد اذنك. يلا يلا ما حدش يشيلك عليك. اه جدو يا جدو يا جدو يا جدو. يعني فانا بحب العنف يا عتريس. يا عم البنت اللي هتنفع معايا انا كده. هو انت نازل تشتغل ولا نازل تبص اصلا لبنات الناس؟ يا بنتي في الحلال والله. حلال؟ وانت بتعرف الحلال قوي؟ يا بنتي حلال ربنا ايه؟ هو الراجل طلب الغلط. يا عم انت لسه بتطلب فلوس يا عم؟ ايه ده يا عم؟ بص قدامك بعد اذنك. انا بغزي العين يا غشيم. ماشي بص قدامك بقى انت راجل كبير. ولا انزل انا انت كبير. انت راجل كبير. انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم بتحب مين؟ انت هتعمل لي فيها سبع البومبا يا جدو. بتديني بالقلم يا جدو. عارف يا عتريس اقول لك؟ عارف يا عتريس انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم يخرب بيتك. انزل له يا جدو. انزل له يا جدو. نورتونا في الكريزي تاكسي. كنا بنصور كل اللي فات ده. بقول لك ايه؟ شوف روح مني مهندسين. مهندسين عليكم السلام ورحمة الله. منين انت؟ تجمع. تجمع وشك حلو والفيزا يعلق. مين من المهندسين؟ عند مصطفى محمود. جامع مصطفى محمود. ايوه بتصلي؟ مش بصلي بس هو انا نازل عنده. ايوه ماشي ماشي. انت شكلك ولد محترم. الله يخليك يا حاج. الله يخليك. ربنا يخليك. انت رايح فين بقى؟ انت فين؟ ايوه صحيح صحيح. ايش يا ابني بقى اللي هتبع النظر بقى؟ بقول لك ايه يا ابن الحلال انت؟ يعني انا زي ابوك يعني لو انت هو انا اجيب علاج انا ومراتي والدنيا يعني نشفى زي المستشفى. اي حاجه يعني. اي حاجة حبيبي. اي حاجة والله العظيم. واحد ظروف وحشة حبيبي. حبيبي ربنا يخليك.
حرام يا ابني. لا 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 ايه ربنا يبارك لك يا ابني. على طول كده ربنا يبارك لك، ربنا يوريك كل حاجة حلوة. يا جد لطيف يا عسلية حبيبي. عامل ايه يا جد؟ مين انا؟ انا ايوه يا ايوه الولد. انا عايش يا الولد. انا يا جد حبيب قلبي. مين ده؟ يا جد اخبارك ايه يا قلبي؟ حبيبي يا راجل يا عسلية يا سكار انت. ايه يا جد لطيف؟ بقول لك ايه يا جد؟ خلاص بقى انا بسألك من الصبح يا جد. يعني ده زي ابني يعني. انا زي ابني. انا طالب منه حاجة كده وهو جابها لي. يا جد انا جبت لك الصاروخ اللي انت طالبه يا جدو لطيف. ايوه العب وريه. هدلعك يا جدو. انا عايز ادلع يا جدو لطيف خبره وعنيف. اه وشاب خفيف. ايوه ودمه ظريف. ودمه ظريف. الله عليك يا جدو على حكمك الجميله. حبيبي 28 يا سنه هتدلعك. ايوه اهم حاجه بقى ترفع الرايه يا جدو. ارفع الرايه وانا من امتى نزلتها؟ اه يا جدو اه عسل يا جدو والله. اهم حاجه بس عايزين البرادس عشان خاطر ندلع الدنيا. اي مرادس ايه حبيبة جدو يا مدلعني دنيا عايزة كمان. اللهم صل على النبي يا جدو بالقرش معدة. ايه ده عايز ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ايه انت مش لسه بتقول انت تعبان؟ الله عليك انت بتمد ايدك عليا. ايه ايدك عليا كمان؟ ايه ده ايه ده يا ولد؟ تضرب جدو لطيف. انا ادوك بس كده بس الفلوس بس كده. انا ادوك صح. انا ادوك ايه ده يا عم؟ ولد جدو لطيف حاسس كده بس. لطيف ولد.